عسلامة. الله يسلمك. لبيس. الحمد لله. مرحبا بك. بك عايشك. اخترت اليوم باش تحكي معنا في موضوع كيفية إصلاح المؤسسة التربوية. المؤسسة التربوية، شكرا. قدم روحي. يسالش مسيو، مرحبا. العيد روحي من ولاية مدنين. اي تحية لأهالي مدنين. وتحية كذلك ليك. مرحبا بهالموعد، معناها هام في الإصلاح التربوي اليوم للاستشارة الوطنية التي تمر في هذه الأيام، ونحن جزء من لا يتجزأ من الشعب التونسي ومن كلمتنا في الإصلاح التربوي. الإصلاح التربوي أردت أن أقول وأن تغيرت المؤسسات التربوية عبر الزمن، واليوم نحن في حالة، في حاجة، في أمس الحاجة، كما أعلن ذلك السيد الرئيس الجمهورية الرئيس قيس سعيد، وكل شعب تونس معني بهذا الإصلاح التربوي، لأن كلنا أولياء وكلنا أولياء، وعندنا في الأساس عبادنا في المؤسسات التربوية. ما نراها اليوم من ضجيج، من انقطاع، من معناها مشاكل، من تحيط بالمؤسسة التربوية، ولكن اليوم نرى أن الأمور تغيرت وهناك أمن وأمان في محيط المؤسسة التربوية، فيذكر فيشكر. إذن ما أريد قوله هو الرجوع إلى مناظرة في السادسة ابتدائي، ونلغي التاسعة، هذه ما ليس لها محل حسب رأيي من الإعراب، ونرجع للبكالوريا. عود لنا هذه النقطة، هذه مسيو عود لنا بكل وضوح. نرجع إلى المناظرة الوطنية في السادسة ابتدائي. السادسة، هذا مهم جدا مسيو. مهم جدا، لأن السادسة ابتدائي هي التي تغربل، صحيح، تغربل التلامذة الذين سيمرون إلى الأساسي والثانوي، ومعناها لا كما يقال ما يجدوش مشكل في تعليمهم الأساسي والثانوي عندما ينجحون في المناظرة الوطنية. صحيح مسيو، برافو. ثانيا، البكالوريا ترجع كما هي، كما عشناها نحن مثلا في السبعينات وفي الثمانينات، ونقف هناك. عندما أتت للبكالوريا النسبة 25% النجاح وكذا، والتنجيح الآلي، نرى اليوم ماذا نرى؟ نرى البطالة عمت في تونس، وكثرت الأعداد من الأساتذة، وبكل صراحة وبكل تواضع أن الأساتذة مستوى ضئيل، وأتحمل ما أقول. إذن لابد من الرجوع إلى السادسة مناظرة وطنية، والرجوع إلى البكالوريا كما كانت البكالوريا. فما زاد مناظرة في التاسعة أساسي؟ التاسعة أساسي أنا بالنسبة لي أنا كرأيي لا محل لها من الأمر. تنجم تكون مش إجبارية، مش مشكل، المهم التلميذ يجرب. لماذا؟ سيجرب في السادسة ويجرب في البكالوريا. ممكن يجرب في السادسة ويجرب في التاسعة، يبدا حاضر للكونكور نتاع البكالوريا. نتاع البكالوريا لا علي. يصدموا كونكور البكالوريا، سي نورمال باش يعاود عام آخر. اختياري لا علينا، اختياري لا علينا. واضح. إذن هذا، ثم الرجوع بالبرامج، البرامج التربوية في التعليم الابتدائي. اليوم نرى التلميذ يأتي بالمحفظة وهي تعج بالكتب، لماذا؟ نحن مثلا في السبعينات والستينات قرأنا بكراسة وكتاب، والحمد لله لغة صحيحة. اليوم المحفظة تعج بالكتب، ها، والتلميذ يأتي ما يصل، يأتي الهويلة، يصل إلى القسم وهو تاعب ليس له بال في القراءة. إذن نخفف من البروغرام. ثم ليس الإفادة ليس في حشو وفي وفي وفي، بل قلل ودلل كما يقال. واضح. هذا ما أردت قوله في الإصلاح التربوي، و نحن جزء لا يتجزأ كما قلت من الشعب التونسي، كل يهم هذا الاستشارة الوطنية حول التعليم كما أعلن ذلك سيادة الرئيس الجمهورية الرئيس قيس سعيد. نقطة مهمة مسيو، كيفاش نأمنوا مدارسنا؟ نؤمن مدارسنا بالتأطير، ننطلق من المعهد، من المدرسة، المعلم يؤطر، المدير يؤطر التلامذة، نصايح،
بث الوطنية في روحه، لباس محترم، لباس محترم كذلك. ثم الأمن، الأمن يحيط بالمؤسسة التربوية لإبعاد تلك ذلك الشباب الذي لا يريد ويريد إلا كذا وكذا، ولا يريد وترك الأطفال يدرسون في مدارسهم على أحسن ما يرام. مسيو، فما سؤال آخر، علاش برشا أولياء ولاو يختاروا المدرسة الخاصة، المدارس الخاصة؟ يعني فما إقبال كبير على المدارس الخاصة. طيب، هل التعليم العمومي فقد البريق نتاعو؟ بكل صراحة، ما نعمموش، لا نعمم، ولكن ما أرى اليوم أن، وأنا ولد التعليم، ابن التعليم، أنا قعدت في التعليم، ما أرى اليوم، وأن اللي يغيظني أكثر معلمة أو أستاذة التعليم الابتدائي إذا التلميذ ما يخرج عندها إيتود، المعاملة تتبدل، المعاملة تتغير تماما. أقولها وأتحمل ما أقول، مهما كانت وضعية المادية متاع التلميذ، يعني وضعية التلميذ. ولهذا هكا علاش الناس يقول لك مادام ندفع نمشي للمدرسة الخاصة بفلوسي ونضرب على الطاولة والمعلمين هذوك يأطروهم وكذا، لا محالة، لا نقسم تأطير، لازم يأطروا، لازم فورماسيون، لازم تكوين. ولكن أهون بكل صراحة من العمومي اليوم، وإن شاء الله يصلح. للأسف وإن شاء الله يصلح. إن شاء الله يصلح. ثم الإحاطة كما قلنا، الأمن يحيط بالمؤسسة. الولي اليوم يرى أنه ولده مؤمن في المدرسة الخاصة. المدرسة الخاصة، نعم، لأن يرى الولي اليوم مؤمن في المدرسة الخاصة، معلم يدرس معناها بما في وسعه، يعطي للتلميذ عمل منزلي إلى آخره. والعمومي كما قلت لك، يا للأسف، يا أسفاه، المعلم عندما يقرش عنده إيتيود المعاملة تتغير تماما. معناها الدروس الخصوصية اليوم ولات يعني نجم نقولوا إجبارية؟ والله تنجم تقولها، ما نراها بطريقة غير مباشرة. ما نرى اليوم وأن ولت إجبارية الدروس الخصوصية، نعم. وما نراه اليوم هو هذا الموجود. لكن نحن كما قلت لك، أرجع إلى الماضي المجيد الذي يبقى عبرة، الماضي الذي يبقى عبرة، وأن لا نعرف لا دروس خصوصية ولا نعرف كل الإطارات هذه معناها في العمر هذايا، سواء في الإدارات العمومية أو في المدارس أو أساتذة أو إلى آخره، لا نعرف الدروس الخصوصية. أنا شخصيا لم أعرفها بتا، لا في الابتدائي ولا في الثانوي، رغم المستوى الثقافي المحترم يعني متاع الجيل السابق. يا سلام، ويا سلام، جيل جيل صحيح، مستوى ثقافي لا بأس به. والله أخط لك ذاكرة في الأذهان، في الأذهان، مع كامل احتراماتي للزملاء، يأتيني الأستاذ ويا أسفاه ويقول لي حرر لي مطلب لبعثه إلى المندوبية، ما عادش نزيدك. يعطيك الصحة مسيو، ميرسي بوكو. ميرسي بور فو أوسي، شكرا لكم، والله الموفق.